السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الشرح الجديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين. هل تعاني من ارتفاع درجة الهاتف؟ هل تعاني من بطء الهاتف؟ هل تعاني من مشاكل في الهاتف؟ ارتفاع درجة الهاتف سببها التطبيقات. نعم، إذا كانت التطبيقات مفتوحة في الخلفية فهي تقوم برفع درجة حرارة الهاتف. التطبيقات التي لا تستعملها. لدي طريقة أخوتي، جئت لكم طريقة لتبريد الهاتف. نعم، طريقة تبريد ناجي على تبريد الهاتف عن طريق هذا. لكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو القصير، هذا هو تطبيق أخوتي الذي أستعمله. نعم، هذا هو التطبيق الموثوق ومجاني، أقوم باستعماله يوميا لتبريد الهاتف، اسمه هيبرناتور. شاهدوا معي، والذي سوف أترك لكم رابط تحميله في صندوق الوصف أو في أول تعليق. إخوتي، طريقة عمل التطبيق سهلة جدا. تقوم بالدخول إلى التطبيق، وأول شيء عند تحميله هو ليس بالتطبيق الكبير، تقوم بالضغط على السماح للتطبيق بالعمل، وبعدها تقوم بالضغط هنا على الزائد، وتقوم بإضافة كل التطبيقات. أنا لدي العديد من التطبيقات، تقريبا لدي 70 تطبيق أو أكثر. شاهدوا معي، 58 تطبيق نائمة. قام بتنويم هذا التطبيق، وستة تقوم بالاشتغال فقط. يمكنك غلق التطبيقات اوتوماتيكيا او يدويا. مثلا اذا ضغطت هنا على هذا الزر الازرق سوف تقوم باغلاق التطبيقات بكل سهولة، وتنخفض تلاحظ ان درجة حرارة الهاتف انخفضت. درجة حرارة الهاتف سيئة جدا اخوتي، اذا ارتفعت سوف تخرب كل شيء في الهاتف، لذلك لا انصح بدرجة حرارة الهاتف الكبيرة. المهم اخوتي، اتمنى ان يكون قد اعجبكم هذا الشرح وهذه النصيحة، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.